السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أصحاب المعالي والسيادة، الضيوف الكرام الحضور، يسعدني ويشرفني أن نبدأ جلسات هذا المنتدى بجلسة خاصة، لقاء خاص مع معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، الذي اختير للمنصب في مارس من عام 2016، وكان قد شغل منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، كما شغل أيضا منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. سنستطلع من خلاله دور الجامعة العربية، المأمول منها، واقعها، وتوقعات الشعوب العربية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معاليك، إذا أردنا أن ننظر إلى واقع الجامعة العربية والمأمول من الجامعة العربية بالنسبة للشعوب العربية وللدول العربية أيضاً المشكلة لهذه الجامعة، هل هناك هوة كبيرة، فرق كبير بينهما؟ إزاي يعني؟ يعني المأمول من الجامعة العربية مختلف تماماً عن واقع أداء الجامعة العربية. شوفي، خليني أمين معاكي جداً ويمكن صادم للبعض. الجامعة العربية هي انعكاس للإرادة العربية وانعكاس للواقع العربي. الواقع العربي بيمر بأصعب لحظات حياتنا. أنا سني 74 سنة يا جماعة، ما شفتش أسوأ مما أراه الآن. بمعنى، حضرت هزيمة 67 وكانت مدمرة للشباب العربي في هذا الوقت. شفت خلافات عربية حادة جدا، حضرت معركة اليمن سنة 62-67، لم يكن الوضع هكذا مثل ما هو الآن. يعني زمن الاحتلال الإسرائيلي أرحب للي إحنا فيه. يعني حضرت ندوة سنة 2014، معلش أنا بطول عليك لا لأنه أنت طرحت سؤال في غاية الأهمية. إيران، حضرت ندوة في البحرين في 2014 بمنتهى الهدوء. أحد الخبراء الإيرانيين قال نحن نسيطر على القرار في 4 عواصم عربية يسعون للامتداد من الحدود الإيرانية في الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط في الغرب، وبالتالي وضع لا نقبل به. تركيا لها قوات جوه سوريا وجوه العراق، وطبعا التجربة التاريخية، التجربة الإمبراطورية العثمانية. فلما تقولي لي الجامعة العربية أقول لك هي انعكاس لأوضاعنا. هذا لا يعني إن أنا مستعدة لليأس إطلاقا. سوف نستعيد الوضع العربي وسوف نعمل لخدمة العرب، ولا بديل للجامعة العربية لأن هي الجامعة العربية التي تجمعنا جميعا. يقولوا فلنحول الجامعة العربية، فلنتخلى عن الجامعة العربية، والرد وأين نذهب وإلى أين نذهب وماذا نقيم، خصوصا أن احنا كعرب يجمعنا شيء يعني احنا مش قادرين نقدر قيمته. انه الذي يتحدث الان امين عام الجامعه العربيه وهو من مصر يتحدث الى مجموعه كبيره من العرب بنفس اللسان اللي هي اللغه، ولو تجاوزت اللغه الى الثقافه نحن جميعا ذوي ثقافه واحده، ولو تحدث احدنا
بأي مفاهيم، فالمفاهيم كلها واحدة. تصوري بقى أن الاتحاد الأوروبي، أنا رحت الأسبوع قبل اللي فات أقابل الوزراء الأوروبيين، قابلت 27 وزير للخارجية أو 28، الاتحاد الأوروبي ما زال 28. ففي الحديث معاهم بلتفت فلقيت 11 شباك فيه ترجمة فورية، بمعنى أن هم قاعدين بيسمعهم بالإنجليزي إلى لغات مختلفة، إحنا بذوي لغة واحدة، وبالتالي إحنا لدينا قدرات هائلة إذا ما سلمت نوايانا وجمعنا إرادتنا على منهج محدد. تقولي لي إيه هو المنهج؟ إيه هو المنهج؟ أقول لك المنهج هو إنقاذ الدولة الوطنية العربية. يجب إن إحنا ننقذ الدولة الوطنية. في غياب في هذا التشتت الدولة الوطنية ستضيع، وإذا ضاعت الدولة الوطنية سوف نبقي في صدام وحروب وتشتت وانقسام وتنافس وقتل ربما لمئة عاما قادمة، وما لا ينبغي أن احنا نسمح بهذا، لا ينبغي. في دور معاليك للجامعة العربية في المحافظة على الدولة الوطنية العربية؟ طبيعي طبيعي. يكفي إن إحنا في الجامعة العربية في فترة الصعوبة اللي أنا بحكي لكم عليها دي، إن إحنا عندنا مجالس وزارية تجمع الوزراء العرب في كافة المجالات. الأسبوع الماضي كنت أيضاً في تونس، اشتركت في اجتماع لوزراء الداخلية العرب كيف ينسقون مع بعضهم البعض. برضو في تونس من شهرين وزراء الثقافة العرب، وزراء الصحة العرب، وزراء الإعلام العرب يجتمعوا ويقدروا ويتبادلوا الرأي والمشورة والخبرة والتجربة، ينقلوا القوانين لبعضهم البعض. يكفي إن إحنا نحاول أن نبقي على الأمة العرب. العرب يمتدوا، إحنا مش قادرين نقدر قوتنا ولا قيمتنا. إحنا بنمتد، وأحياناً أزور عمان فأقف في أقصى نقطة وصلها العرب في الشرق في مسقط، وأتخيل أغادير في الغرب، أغادير في الغرب، وأقرر بخيالي إن أنا أرحل بطائرة. فتصوروا إن أنا لو سافرت من مسقط في الشرق إلى أغادير في الغرب ربما أستغرق 13 ساعة طيران بطائرة تقرب من سرعة الصوت. شوفوا حجم المساحة، وبعدين شوفوا الرسالة الثقافية للأمة دي، وبعدين أقعد أفكر في مواردنا. إحنا مواردنا على الأقل 20 إلى 25 مليون برميل نفط أو غاز في اليوم، في اليوم. إحنا قادرين جدا إذا حشدنا إمكانياتنا وتلقينا، وبالتالي شو بمنعنا نحشد إمكانياتنا؟ الجامعة العربية عليها أن تبقي على نفسها رغم كل، مش عارفة إنه، طب أنا هقول لكم سر يا جماعة، وسر صادم صادم. إحنا النهاردة أول مايو 2017، أول 1/5/2017، المدفوع من جامعة من مساهمة الدول في الجامعة العربية في ميزانيتها 23% فقط، 23% فقط، واللي مدفوع من ميزانية 2016 44% فقط. وبالتالي علينا أن نفعل، أن نتحرك، والجامعة قادرة إنها تخدم الأمة إذا أتاحت لها الأمة فرصة النشاط والعمل. معاليك، أنت أكدت على نقطة أنه كلنا نتفاهم بلغة واحدة وهي اللغة العربية، بس ليش ما بنفهم على بعض؟ لا بنفهم على بعض، بس المرحلة بالغة الصعوبة، لأنه التدخلات الأجنبية في شأننا أصبحت حادة للغاية، لأنهم
وجدوا جسم لعله قرر أن يدمر نفسه فترة حقبة. هذه الحقبة يجب أن تأتي إلى نهايتها، يجب أن نستفيق، يجب أن نتصدى، يجب أن نتحاور، يجب أن لا نسمح للقوى الخارجية أن تلعب تأثيرها فينا، ثم نتصافى، نتصالح، نتصارح. أنا لا تتصور حجم سعادتي باللقاء المصري السعودي، لأنه في هذا اللقاء ونتائجه وما سوف يأتي بعده يؤكد بالتأكيد أن الجامعة العربية قادرة على الحركة، لأنه هذان القطبان الكبيران استطاعا أن يلتقيا ويتفاهما. فالمستقبل مبشر. في أمل معاليك بالعمل العربي المشترك، لأنه من في ميثاق الجامعة العربية منذ تأسيسها بال45 كان هناك تركيز وتأكيد على تعزيز العمل العربي المشترك على مختلف الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. أنا بفهم أنه قلة التمويل للجامعة العربية قد يؤثر كثيراً على أي برامج لها علاقة أو منظمات المنبثقة عن الجامعة العربية لها علاقة بالتعليم والصحة والثقافة والاجتماعية، اللي المفروض أنها تهيئ لأن نصل لمرحلة توافق لنقل سياسي بشكل أو بآخر. يعني أنا عاوز أقول لكم حاجة يا جماعة، ومعلش النظرة الاستراتيجية أو العريضة للمسائل، الأمة العربية الناتج القومي لجميع العرب يقترب من 2 تريليون و300 مليار دولار. 2 تريليون و300 مليار دولار، ده قدرتنا الاقتصادية جميعاً كعرب. الجامعة العربية بكل التنظيم العربي لا يكلف الأمة طبقا للحساب أكثر من 120 مليون دولار. 120 مليون دولار من أصل 2 تريليون و300 مليار دولار، شوفوا الأرقام. من ال 120 مليون دولار دول المدفوع فقط على كل هذا النظام العربي الهائل اللي الناس بتنظر له وأين ماذا تفعلون، المدفوع منه 60 مليون دولار فقط لكل عمليات العرب. لكن رغم هذا الوضع أنا أقول لكم القمة الأخيرة كانت قمة مجزية للغاية، لأنه أولاً وده أعطيه أهمية كبيرة جداً ما سوف أقوله، أعاد تسليط الضوء مرة أخرى على القضية الفلسطينية التي هددت بالانزواء بالاندثار. القضية الفلسطينية إذا ما أنقذناهاش من أفعالنا سوف ينجح الإسرائيليون في فرض إرادتهم علينا، وهو ما لا يجب أن يكون ولا يمكن أن نقبله، لا يمكن أن نقبله كعرب. ف سلطت الضوء مرة أخرى على القضية الفلسطينية، ده شيء مهم للغاية. شيء آخر أنه مكنت القادة العرب أن يلتقوا مع بعض، أن يعيدوا تقييم الموقف، أن يتحدثوا سوياً، أن يضعوا مجموعة من الأهداف، حديث على التصدي للتدخلات الخارجية في أراضينا، دي في حد ذاتها نجاح كبير، سواء إيران أو تركيا أو إسرائيل. معاليك بس الموضوع لازم يتعدى التصريح والتأكيد على التصدي، لازم يكون في آليات تساعدنا كدول عربية للتصدي لهذه المخطط. حضرتك أشرت في مداخلتك على طولها أن هناك رغبة وما يشبه المؤامرة أو فرحة وسعادة من بعض دول الجوار على ما يحصل في العالم العربي، وأنه إحنا كان خيارنا أنه ندمر دولنا من الداخل. يمكن ناس تجاوبت مع هذه المؤامرة بحسب تقييمك، بس هل هناك مرحلة ما يمكن للجامعة العربية كمظلة تجمع 22 دولة عربية، واحدة فيها الجمهورية العربية السورية موقف عضويتها الآن، أن
تبحث عن آلية حقيقية للتصدي لهذه المؤامرات. ما هو الآلية موجودة، الكل يتساعد فيها يعني. الآلية موجودة، يكفي تفعيلها. الآلية هي آلية الجامعة العربية، الاجتماعات الوزارية، اجتماعات السفراء، قدرة العرب على اتخاذ موقف موحد تجاه أي قضية، أي قضية. يعني مثلا قضية الأسرى الفلسطينيين، قضية الأسرى الفلسطينيين أنا شخصيا أرسلت إلى أمين عام الجامعة الأمم المتحدة وإلى رئيس منظمة الصليب الأحمر، أقول له باعتباري أمينا عاما للجامعة العربية أطلب منك التدخل لدى الإسرائيليين لوقف. طب ما هي دي آلية للعمل للأداء. هتقولي لي وماذا بعد؟ أقول لك ليس لدى الجامعة العربية قوات مسلحة لكي تفرض إرادتها، وما فيش تنظيم إقليمي أو دولي لديه قوات مسلحة، لديه قوات حفظ السلام. لكن بس احنا كان عندنا مخطط انه يكون عندنا قوات الدفاع العربي المشترك اللي المفروض تتدخل بالازمات في تمام. بعض الدول العربيه تمام. الان الدول العربيه متروكه تتفتت وبانتظار قرار دولي، قرار روسي امريكي. وربما من واقع ما حدث على مدار السبع اعوام الاخيره، التجربه تقودنا الى نتيجه مفادها انه علينا فعلا ان نضع قواتنا. يعني أنا عاوز أقول إيه؟ على سبيل المثال، المصريين والإماراتيين يقومون بتدريبات مشتركة منذ عدة سنوات، دي حقيقة. المصريين والسعوديين بيقوموا السعوديين والسودانيين بيقوموا بتدريبات، المصريين والبحرينيين بيقوموا بتدريبات. لعلنا في لحظة مناسبة، في لحظة ما من الزمن، أتمنى أن تكون قريبة، أن نقدر أن إحنا نقيم آلية عسكرية ليس للعمل العسكري العدواني ولكن للعمل العسكري الدفاعي، وشخصيا أسميه ائتلاف الراغبون، بمعنى أنه إذا طرفين أو ثلاث أطراف عربية قررت أنها تقيم هذا الائتلاف وتجمع قواها في قيادة مشتركة فليكن. والخمسينات والستينات كانت مثل هذه الترتيبات موجودة، هي مسألة إرادة، إذا أردنا فليكن فلينفذ. طب لأنه في الحقيقة تهديدات كبيرة تحيط بالمنطقة أكثر من المؤامرات، في تنظيمات متطرفة مثل داعش، يعني إذا أخذنا سوريا كمثال الآن، في حديث جانبي يقول بأنه في هناك أزمة بمن يكون على الأرض إذا ما تم التخلص من داعش، أو من سيحارب داعش على الأرض. لو كان لدينا اتفاق عربي، قوات عربية مشتركة، كان هاي المسألة انحلت. ما فيها عداء تجاه أحد، هي فيها دفاع عن أماكننا كعرب ومقاتلة تنظيم إرهابي متطرف. هذه أزمة حقيقية. اتفق معاكي، بس قتال داعش وقتال التطرف والإرهاب سيحتاج لما هو أكثر من القوى على الأرض المسلحة، القوى المسلحة سواء العربية أو الدولية، لأنه احنا محتاجين لمكافحة الإرهاب، ومكافحة الإرهاب له يعني مفاهيم تتجاوز القوى المسلحة. مكافحة الإرهاب يبدأ بالتعليم في مجتمعاتنا، مكافحة الإرهاب يأخذ في حسبانه الرسالة الدينية وكيف يمكن توجيهها التوجيه الصحيح الأسلم. مكافحة الإرهاب يكون ب الإطار الإعلامي، وأنت إعلامية، الذي يحكم قبضته على هذه الرسالة التي يعني تضيع عقل الشباب. مكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون تنمية اقتصادية قادرة على إيجاد فرص تشغيل للبشر. أنا حضرت في شرم الشيخ مؤتمر
اسمه مكافحة الإرهاب والتنمية في 28 فبراير الماضي. ثم استصدرنا قرار من القمة الأخيرة في البحر الميت أو في عمان. أنا أرى وربما غاب عن البعض أهم قرار صدر عن هذه القمة، لأنه القرار بيطالب الأمة الدول ببذل جهد موحد شامل يغطي كافة المجالات لدراسة الظاهرة، أسبابها، ظاهرة الإرهاب، كيفية معالجتها، ويطالب كافة المؤسسات الداخلية في الجامعة العربية ومؤسسات الدول لتبني اجتماعات دورية بإيقاع عالي جداً وبكثافة عالية جداً لتحقيق هذا الهدف. فكان المطلوب مني كأمين عام للجامعة أن أنا أبعث رسائل لكافة وزراء الحكومات العربية. وزراء الداخلية مطلوب منهم جهد، وزراء التعليم مطلوب منهم جهد، وزراء التعليم العالي مطلوب منهم جهد، وزراء الثقافة مطلوب منهم جهد، وزراء الصحة، وزراء العمل، وزراء الشؤون الاجتماعية. فتصوري أنه نعمل اجتماع كبير وناويين نعمله في الجامعة العربية، نجمع كل هؤلاء ونعطيهم توجيه إطاري شامل لكل دولة وكل حكومة داخل حكومتها، ينقلوا تجاربهم لبعضهم البعض ويتفاعلوا مع بعض لكيفية هزيمة هذه الظاهرة. هو هل يعني خلونا برضو صادقين مع أنفسنا، أين يوجد هذا العقل المهووس الذي ينتحر؟ يعني شاب عنده 25 سنة أو شابة عندها 20 سنة تذهب للانتحار إلا لو فقدت عقلها أو عقله. فكيف نسيطر على هذا العقل؟ هو ده الجهد اللي أنا أشوف أن يجب أن نبذله ونبذل فيه ونعطيه في السنوات القادمة. هون معاليك نرجع لعنوان المنتدى الحقيقة هذا العام، الحوار الحضاري. الحوار الحضاري، هل تلاحظ بأنه مفقود بين الدول العربية، بين الشعوب العربية، بيننا وبين الآخر اللي هو غير عربي؟ هل أصبحنا نفتقد إلى الحوار المتمدن، الحوار المنطقي، إلى قبول الآخر، إلى التعاطي مع أفكاره بشكل إيجابي، إلى عدم الحكم على الآخر بأنه إذا لم يكن يشبهني في أفكاري فهو عدوي بالمطلق؟ كيف سنعزز فكرة الحوار الحضاري، يعني وما دور الإعلام في ذلك؟ أنا عاوز أقول لك، أنا عاوز أقول لك حاجة. أولاً أنا مش مقتنع إنه إحنا كحضارة إسلامية عربية بنرفض الآخرين أو على عداء مع الآخرين. أنا لا أقبل هذه المقولة، وعندي مثال جيد جداً، مثال ذي بريق. منذ يومين كان في بابا الفاتيكان موجود في لقاءات مع الأزهر الشريف ومع قادة العالم الإسلامي سنة أو شيعة في مؤتمر السلام في القاهرة. من تابع هذا اللقاء والأحاديث اللي تدارت فيه، لا، في محاولة عربية إسلامية للقاء مع الآخرين. ولكن لا يفوتنا يا جماعة، لا يفوتنا ما كتب في العالم الغربي، وأنا لست مع عداء مع العالم الغربي، أنا بس متنبه لما يفعلون وأسعى لمخاطبة العقل الغربي. لكن لا يجب أن يفوتنا أو ننسى، لا يجب أن يفوتنا أو ننسى أنه بعد انفجار الاتحاد السوفيتي شفنا كتابات من العالم الغربي بتقول العدو الجديد يجب أن يكون الإسلام. دي حقيقة، دي حقيقة كلكم شاهدتوها وشفتوها، وبالتالي كتبوا. ويعني هذا الكتاب
زي البريق أيضا اللي اسمه صدام الحضارات بتاع هانتنجتون لا ينسى، أنه توقعهم أنه في صدام مع العالم الإسلامي. العالم الإسلامي لم يعتدي على أحد، العالم الإسلامي أرضه هي اللي تعرضت للاحتلال والعدوان، جميع العرب. فدي كانت فترة تاريخية تركت أثرها. هذه قضية فلسطين، قضية فلسطين، الاعتداء على الشعب الفلسطيني، أخذ الأرض من الفلسطينيين، دي كلها مسائل أساسيات في العقل العربي. وبالتالي العالم العربي مر بمرحلة وبيخرج من هذه المرحلة، أو خرج منها على مدى الخمسين سنة. خمسين سنة في تاريخنا، احنا تاريخنا آلاف السنوات. وبالتالي احنا منفتحون على العالم، نحن نسعى لمصالحات تاريخية. ما حدث في القاهرة، زيارة فضيلة إمام الشيخ الأزهر للفاتيكان في العام الماضي يمثل خطوة، لقاء القاهرة يمثل خطوة، اللقاءات العربية العربية. ما يقلقني حقيقة، وحتى في هذا سوف نستطيع أن نتجاوزه، هو العودة مرة أخرى إلى صدام انقضى منذ 1200 سنة، الصدام الشيعي السني. وما يجب أن يكون، يعني أنا حضرت جلسة في ندوة في القاهرة من شهرين، الحوار الإسلامي، فقعد المجموعة من الشخصيات الإسلامية بيخطبوا هذا الجمع الكبير، كان جمع بهذا الحجم. فلاحظت أنه في مفتي من لبنان، وفي أحد الشخصيات الإسلامية الشيعية من لبنان، وآخرين، الجميع تحدث في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات على سيد المرسلين. وبالتالي كشخص يعني ذو بعد علماني زي الله، ايه الخلاف؟ هو الخلاف ليس ديني معالي، خلاف سياسي اكثر منه ديني. هو يعني بنهايه المطاف، يعني انا لا افهم الحديث معك لا يمل. لا استني معالي، استني بس دقيقه واحده. انا لا افهم ولا ارضى ولا اقبل انه دوله اسلاميه تعطي لنفسها حقوقا على الاراضي العربيه بالقول نحن ندافع عن جاليات وطوائف على أراضيكم. هذا ليس من حقهم، هذا ليس من حقهم. فأسف للمقاطعة، بس كان لازم لا أقول دي الرسالة لأنها جاية في سياق الحديث. بالضبط، والمواطنة هو المفهوم اللي دائما بنركز عليه، والحقيقة في كل اجتماعات الجامعة العربية دائما يتم التركيز على ضرورة تعزيز المواطنة في الدول العربية والدولة الوطنية اللي أشرت لها معاليك. الحديث معك لا يمل معاليك، أشكرك جزيل الشكر على تفاؤلك. خلصنا نص ساعة بتاعنا، مش معقول يعني بالسرعة دي، ده أنا جاي يا جماعة من القاهرة جاي لبيتك أشكرك جزيل الشكر معاليك، شكرا جزيلا، وأشكرك سمو الشيخ على تشريفك لنا وحضورك. ألف شكر، شكرا جزيلا. خلاص.